بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نبدأ رسالة الأخ أبو أحمد إمام أحد المساجد. يقول فضيلة الشيخ، يشكل علينا قضية ضابط الجمع والقصر عند نزول الأمطار، فبعض جماعة المسجد يقولون اجمع واقصر، وهل لابد من وجود الوحل، وهل تقصر الصلاة في نزول الأمطار الغزيرة؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القصر لا يجوز إلا في السفر الذي تبلغ مسافته 80 كيلو، وأما في غير السفر فلا يجوز القصر. تصلي الصلاة تامة، قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. القصر من رخص السفر خاصة، ومن قصر في الحضر فصلاته غير صحيحة، صلاته باطلة، يجب عليه الإعادة وأن يصليها تامة. أما الجمع فإنه يجوز في الحضر في حالة المطر الذي ينزل ويبل الثياب، خرج الناس للصلاة يبتل ثيابهم بالمطر، إنهم يجمعون بين المغرب والعشاء خاصة. لا يجوز الجمع بين غير المغرب والعشاء في حالة المطر، وكذلك في حالة الدحض والطين الذي يكون بعد المطر. لو توقف المطر ولكن بقي بعده في الأرض مياه ودحض وطين، إن هذا مبيح الجمع بين المغرب والعشاء. هناك فرق بين القصر والجمع. الجمع يجوز في الحضر والسفر، ولكنه بين المغرب والعشاء في حالة المطر وحالة الوحل. وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر الذي يبلغ مسافة 80 كيلو فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأفارس فضيلة الشيخ، لقد عقدت القران والملك منذ حوالي 4 أشهر، وذلك عن طريق أهلي الذين اختاروا لي هذه الزوجة. أنا يا فضيلة الشيخ أشعر بضيق وانقباض في صدري، وعندما أتحدث إلى أهلها أو إليها عبر سماعة الهاتف أشعر بتردد. هل أقبل على هذا الزواج، وبماذا تنصحونني؟ مأجورين. أنصحك بعدم العجلة، أن تنتظر لعل الله أن يزيل هذا العارض. عليك بذكر الله والورد الصباحي والمساء والدعاء لعله يزول هذا العارض، وتعيش مع زوجتك في راحة. فإذا استمر هذا العارض واستمر هذا الانقباض مع بذل الأسباب لإزالته، فإنك تفارقها وتلتمس غيرها. وإن يتفرقا يؤمن الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. لكن ليكن الفراق آخر حل، لا تستعجل بهذا الأمر. نعم. الأخ السائل عمر يقول، ورد في الحديث بأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل هذه المنزلة هي لحفظة القرآن، أم هي لكل من يقرأ القرآن، سواء كان ذلك حفظا منه أم لا؟ مأجورين. هذا يشمل من قرأ القرآن من ظهر قلب أو قرأه من المصحف مع النية والإحساب. الذي يقرأ من المصحف له أجر التلاوة مثل الذي يقرأ عن ظهر قلب، ولكن الذي يحفظ القرآن يكون هذا أحسن. نعم. الأخ عبد العزيز يقول في سؤال الله، بعض الناس فضيلة الشيخ يختار أسماء غريبة ويعني غير معروفة لأولاده وبناته، فبماذا تنصحون أولئك الذين يختارون هذه الأسماء، وماذا يجب عليهم؟ مأجورين. من حق المولود على والده أن يختار له الاسم الحسن. وخير الأسماء كما صح في الحديث عبد الله وعبد الرحمن. كل ما عبد لله عز وجل، عبد العزيز وعبد الكريم وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، هذا خير الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن. لا
لا ولا يجوز أن يسمي ابنه باسم أن يعبده لغير الله، عبد الحسين أو عبد الأمير أو عبد العزة أو عبد اللات أو عبد شمس أو ما أشبه ذلك، هذا منهي عنه هو حرام. وكذلك الأسماء المكروهة التي إذا سمعها السامع يكون في نفسه كراهة منها، كعلقمة ومرة حنظلة وما أشبه ذلك، يكره سمي ابنه بها. اختار الاسم الحسن، والاسم الحسن له تأثير على المسمى، هذا من حق المولود على والده. والأحسن أن يسمي بأسماء الأسرة، يسمي أولاده بأسماء الأسرة، لأن هذا يربط الأسرة بعضهم ببعض. وأما الأسماء الأجنبية وأسماء الكفار هذه يكره التسمية بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أيضا عبد العزيز، ما رأيكم في المبالغة في تغسيل الأعضاء أكثر من 3 مرات؟ لا يجوز زيادة على 3 مرات، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدعة وغلو. لا يجوز زيادة على 3 مرات، الواجب مرة واحدة والأفضل 2 أو 3. وقد قال صلى الله عليه وسلم من زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. لا يجوز زيادة على 3 غسلات في الوجه واليدين والرجلين. أحسن الله إليكم. الأخت مرام تقول في هذا السؤال، بعض النساء فضيلة الشيخ لا ترضع أولادها من الثدي وتعتمد على الحليب الصناعي لمدة سنوات، هل تأثم بتركها الرضاعة؟ لا تأثم بتركها، تأثم لو تركت الطفل يتضرر أو يموت. أما أن ترضعه من ثديها أو من ثدي غيرها أو من لبن البهائم كالبقر والغنم، ولكن الأحسن أن ترضعه من ثديها، هذا هو الأحسن ولها في ذلك أجر. إذا لم يكن لها استطاعة لإرضاعه من ثديها فإن والده يلتمس له مرضعة من الآدميات، ويختار المرأة التي أخلاقها طيبة وسيرتها حسنة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الأخ عبد الرحمن، زوجتي اعتمرت بعد زواجنا ب4 أيام وهي لا تعلم بأنها حائض لأنها كانت تعتقد بأنه دم ما بعد الزواج، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ إذا تأكدت أنها حائض وقد أدت العمرة وهي في الحيض إنه يجب عليها الإعادة، لأنها لم تؤدي العمرة وما زالت في إحرامها، فترجع إلى مكة وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير بعدما ينتهي الحيض وتغتسل. إذا كان حصل عليها جماع قبل إعادة العمرة إنها تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء فقراء الحرم مع أداء العمرة كما ذكرنا. الأخ محمد عبد الله يقول فضيلة الشيخ، ما حكم عملي هذا؟ فأنا يا فضيلة الشيخ أعمل في محل تجاري، صاحب هذا المحل لا يسمح لي أن أذهب إلى المسجد لأداء صلاة الظهر فقط، فأصليها في المحل لحفظه، هل يجوز لي ذلك مع العلم بأنني أحافظ على بقاء باقي الصلوات في المسجد؟ إذا كان المحل يخاف عليه من السرقة ومن الضياع نعم تصلي في المحل، أنك مستحفظ على هذا الشيء حارس فتصلي في مكان لك رخصة في هذا والحمد لله. هذا السائل خليل يقول، الرجل العقيم الذي قد يرجى شفاؤه من مشكلة صحية صعبة قد يعمل الأطباء على إيجاد حلول لها، حيث أن هناك نتائج مبشرة بالعلاج، ولكن قد يستغرق وقتا يصل إلى 10 سنوات إن طلبت الزوجة الطلاق، هل يطلقها؟ وما مصير مؤخر المهر؟ هل لها الحق فيه وهل تطلب الطلاق؟ مؤخر المهر لها ومقدم المهر لها، تطالب به إذا دخل بها استقر لها المهر كامل، لها المطالبة به إلا أن تسمح عنه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما أنها تطلب الطلاق في هذه الفترة التي يرجى زوال المرض ليس لها حق في ذلك، تنتظر والفرج قريب إن شاء الله، تحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم أحمد تسأل تقول عن الوصية، متى تكتب فضيلة الشيء؟ وهل يحتفظ بها من قبل الشخص أم من قبل أبنائه مأجورين؟ وماذا يكتب بها مأجورين؟ الوصية على قسمين، وصية يجب على المسلم أن يكتبها وهي الوصية بما له وما عليه من الحقوق لئلا تضيع، والنوع الثاني وصية مستحبة وهي أن يوصي بجزء من ماله الثلث فأقل لغير الوارث يصرف في وجوه الخير يستمر نفعه له بعد موت، هذه وصية مستحبة وفيها خير بإذن الله. وأما كتابتها فيذهب إلى المحكمة، يذهب إلى المحكمة والقاضي أو كاتب العدل يكتبها له على ما يوصي به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم التهنئة بيوم الجمعة بقولهم جمعة مباركة
المباركة، وكذلك تخصيص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب تقبل الله منكم أو جمعة مباركة. كل هذا لا أصل له ولا دليل عليه، هو عمل مبتدع. نعم، يوم الجمعة يوم فاضل ويوم مبارك، فيه خير كثير وله خصائص عظيمة في الإسلام، ولكن ما كان السلف يعملون هذا، يهنئ بعضهم بعضا بيوم الجمعة أو يوصل له رسالة أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول محمد السليمان: فضيلة الشيخ صالح، أسألكم حفظكم الله عن حكم أكل لحم الفيل، حيث أن الفيل كما تعلمون من آكلات الأعشاب، علما بأنه يوجد له ناب، وكذلك حيوان الوبر وهو أيضا من آكلات الأعشاب. الوبر حلال ولكن الفيل لا يؤكل لأنه من المستخبثات. نعم. يقول هذا السائل: خالد، أشتغل في محل يبيع بعض الأشياء المحرمة وأشياء وبعض الأشياء يغش في البيع فيها، ويبيع أشياء مباحة، وأنا أساعده على جلب البضاعة المباحة والمحرمة، وأتعاون معه وأستخدم ويعطيني راتب شهري من هذا العمل، ما حكم عملي معه مأجوري؟ لا يجوز عملك معه بالصفة المذكورة، لأنك تعينه على الباطل. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما دام أنه يغش ويخدع الناس ويبيع أشياء محرمة، أنت لا تعينه على ذلك، إما أن تقتصر على بيع الحلال فقط، وإما أن تنتقل عنه إلى عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف يصلي المريض فضيلة الشيخ إذا كان سيدخل غرفة العمليات قبل الظهر وستستغرق هذه العملية حتى قبيل المغرب؟ ما الحكم في هذا مأجورين؟ إذا لم يمكن من الصلاة قبل دخول العملية، يعني تؤخر بداية العملية إلى أن يدخل وقت الصلاة وتصلي، فإنك تدخل العملية وتؤخر الصلاة، تجمعها مع الصلاة التي بعدها، الظهر مع العصر في آخر وقت العصر، والمغرب مع العشاء في وقت العشاء، وفي الأمر سعة ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في سؤال له: هل لابد من السؤال عن الرجل المتقدم لابنتي إذا تقدم هذا الشاب ولا أعرف عنه شيء؟ وهل أخذ بحديث إذا جاءكم من ترضون بدينه وأمانته فزوجوه؟ يجب عليك أن تأخذ بالحديث، ولكن إذا كنت تجهل حالة الرجل يجب عليك أن تسأل عنه من يعرفونه لتكون على بصيرة من أمره، تنظر هل يصلح أو لا يصلح. والمشورة لها مكانة في الإسلام، قال تعالى: وشاورهم في الأمر، قال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. تسأل أهل المعرفة لهذا الرجل عن أخلاقه وعن سيرته وعن دينه، أو أول شيء عن دينه، هل يصلح أو لا يصلح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ ناصر محمد يقول: سؤالي: هل يجوز إخبار مدير إدارتي أو المشرف علي في العمل على ما يقوم به بعض الموظفين من تصرفات ليست في صالح العمل، كالنوم واللعب بأجهزة الكمبيوتر والتغيب وغيرها من الأمور التي تؤثر على تقييم الأداء الوظيفي؟ إن كان صاحب العمل قد وكلت الإشراف عليهم، يجب عليك أن تقوم بالواجب وأن تشرف عليهم، تبلغه عن المقصر والمتلاعب. أما إن كان صاحب العمل لم يوكلك في هذا، الواجب عليك مناصحة من ترى عليه تقصيرا فيما بينك وبينه، بذل النصيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: محمد أبو بكر، رجل أفطر في رمضان بسبب المرض ولم يقضي ما أفطر من صوم ثم مات، ما الذي يجب على أبنائه من الورثة؟ إذا كان تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر، فإنه يجب أن يقعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين. وإن صام عنه أحد من المسلمين أو أحد أقاربه، إن صام عنه أحد، فإن ذلك يجزي ويكفي بإذن الله. نعم. يسأل هذا السائل ويقول أيضا: فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين الفتوى في الدين والجدال في الدين مأجورين؟ الفتوى في الدين مطلوبة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والناس يحتاجونها. وأما الجدال في الدين فلا يجوز، الجدال الدين واضح ولله الحمد، ما في جدال، واضح وبراهين ساطعة، لا يحتاج إلى جدال. لكن لو قدر أن أحدا عنده مجادلة، إنه يجادل بالتي هي أحسن، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن للذين ظلموا منهم، وذلك لإزالة الشبه ورد الأباطيل عن الدين. نعم. أحسن الله منكم وبارك فيكم. هذا الأخ مصري ومقيم بالقصيم يقول: أنا ولله الحمد عازم على الحج هذا العام، فما الأفضل لي فضيلة الشيخ، خصوصا بأن معي زوجتي، هل نحج مفردين أو متمتعين أو قارنين، وما الفرق بين ذلك في الأجر والحسنات؟ هذا راجع إلى حال
آلتكم، فإذا كان يصعب عليكم التمتع والقران إنكم تحرمون مفردين الحمد لله، وإذا كان هذا لا يصعب عليكم فإن الأفضل أن تحرموا متمتعين في العمرة إلى الحج، هذا هو الأفضل. أنتم انظروا في الأيسر لكم أعملوا به من إفراد أو تمتع أو قران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أحمد عبد الله يقول: بالنسبة للذين يبيعون السيارات ويملكون السيارات يتعاملون بتورق، فما هو حكم التورق في البيع والشراء مأجورين؟ التورق فيه خلاف بين العلماء، لكن الجمهور على جوازه بضوابط. ضابط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبايع الدائن قبل العقد، ولا يتفق مع المشتري قبل أن يملكها، ثم يروح يشتريها بعد ما يتفق مع الطرف الثاني. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. هذا شرط، يجب أن تتوفر السلع عند الدائنين وعند التجار وعند الشركات التي تداين الناس بالتورق، تتوفر عندها السلع. إذا جاء المشتري والمستدين تكون السلع موجودة، يشترون منها ما يناسبهم. الشرط الثاني أن يستلم المشتري والمستدين، يستلم السلعة، يستلمها ويقبضها قبضا تاما ويبيعها على غير الدائن، ينقلها من مكان الدائن إلى مكان آخر ويبيعها بعيدا عن الدائن، لئلا تكون مسألة العينة التي هي وسيلة إلى الربا. إذا باعها على الدائن صارت مسألة العينة المنهي عنها وهي وسيلة إلى الربا، يبيعها في مكان آخر وعلى غير الدائن. إذا توفرت هذه الشروط جازت عند الجمهور لأجل الحاجة إليها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لزميل مهندس الصوت أمان بن عبد الكريم الجويبر الذي